إذن بعد الفقرات السابقة كانت هي فقرات تمهيدية، الحقيقة حاولنا نتعرف ما يسمى بحركيات النقطة المادية، وهي دراسة تهتم فقط بتتبع حركة جسم أو نقطة من هذا الجسم خلال الزمن، إما في الموضع وحددنا أن المتجهات الموضع عندها الإحداثيات ديالها إكس وإيغريك وزد، وهذا سميناهم المعادلات الزمنية وغادي نرجعوا لهم فيما بعد، أو بالسرعة أو بالتسارع. إذن هذا التتبع لجانب حركي، لا نهتم بالجانب اللي غادي نسميه الجانب التحريكي. لا يمكن لحركة أن يتخذها جسم ما دون أن تكون هناك دوافع وأسباب لهذه الحركة. إذن سننتقل من ما سميناه بحركيات النقطة المادية إلى الجزء الثاني، هو تحريكيات الجزء نقطة مادية أو جسم صلب أو نقطة من جسم صلب، هذا يمكننا نتكلم فيما بعد. إذن هناك علاقة ما بين الجانب التحريكي والجانب الحركي، وسنرى بأن هذه القوانين تمكن، وإن كان القانون الثاني هو الأكثر مباشرة في هذا الجانب، قد يحاول يربطنا بين المقادير الحركية اللي هي إكس وإيغريك وزد وفي كمتجهات سرعة أو متجهات الموضع ومتجهات تسارع. من جهة أخرى التأثيرات الميكانيكية التي يخضع لها الجسم الذي نقوم بدراسته، إما قوة إما مزدوجات قوة، بصفة عامة التأثيرات الميكانيكية. سنعود لذلك بعد لحظات عندما نتكلم عن القانون الثاني. هي ثلاث قوانين، قانونين سبقنا درسناهم في الجذع المشترك والأولى بمسميات أخرى، درسنا مبدأ القصور ودرسنا التأثيرات المتبادلة بين الأجسام في التأثير البيني التجاذبي، في التأثير البيني الكهر ساكن. إذن لم نعطيها اسم قانون، الآن سنعود لهذه القوانين ثلاثة، ويسمى القانون الأول هو قانون أو مبدأ القصور اللي سبقنا درسناه من قبل، كاين القانون الثاني أو قبل أن يكون قانون ثاني لعلمكم عندما درست هذه المفاهيم هذه لم تكن تسمى بقوانين، بل مبدأ القصور وبالعلاقة الأساسية للديناميك أو المبدأ الأساسي للديناميك، لو برينسيب فوندامونتال دو لا ديناميك. تم إعادة لبنا نقولوا النظر في محتويات ما يدرس في الكيمياء، وعادة ما يسند لكل عالم مجهودات اللي قام بها وتلك الأعمال، وبالتالي سميت تلك القوانين بأسماء علمائها. وإن كان من الجدل الكبير هنا غادي نبداو من الجدل الكبير هو بالنسبة للمبدأ القصور أو القانون الأول نيوتن، حوله عدة نقاشات. قلت لك ندرس ما الجانب التحليلي الجانب الحركي والجانب التحريكي، ضروري أن نحدد المجموعة المدروسة، لا يمكن أن أربط التأثيرات الميكانيكية المطبقة على جسمين وأن أقرنها بالحركة والمقادير الحركية دون أن أحدد مسبقا المجموعة. لماذا؟ لكي نحدد ما يسمى بالتأثيرات الميكانيكية أو القوة الخارجية المطبقة على المجموعة. لماذا سوف سنهتم دائما بالتأثيرات الميكانيكية التي تطبق من خارج المجموعة؟ لأن ما يطبق بين عناصر المجموعة أو مكونات المجموعة هو عبارة ماذا؟ عن تأثيرات متبادلة، وبالتالي مسبقا أن إذا كان جسم A يطبق على B فإن B يطبق على A، وبالتالي فمجموع المتجهتين سيكون مجموعا منعدما، وبالتالي سوف نحدد أولا المجموعة المدروسة، ثانيا جرد القوى الخارجية المطبقة على المجموعة، وبعد ذلك يمكن أن نطبق هذه القوانين لا سيما القانون الأول والقانون الثاني. متفقين؟ إذا قبل أن ندخل إلى هذه القوانين هذه نبدأ بثلاثة واحد ونتكلم عن القوى الداخلية والقوى الخارجية. القوى الداخلية والقوى الخارجية.
إذا كتذكروا في الجدع المشترك كان دائما هناك منهجية كنا كنتبعوها، إذا كتذكروا كذلك. فأول حاجة كنا كنتبعوا واحد المراحل، شنو هي المرحلة الأولى؟ أولا تحديد المجموعة المدروسة، مثلا نقول الجسم زائد الخيط أو الجسم ألف زائد جسم إلى غير ذلك. عاد بعد ذلك نقوم بجرد القوة. إذا غادي نكتبوا عند دراستي أي جسم أو مجموعة من الأجسام، الصلبة يجب تحديد المجموعة المدروسة، يجب تحديد المجموعة المدروسة، والتي تمكننا من تحديد القوى الداخلية والقوى الخارجية. نقطتان والرجوع إلى السطر العريضة الأولى. القوى الداخلية، هي تأثيرات ميكانيكية تطبق من طرف عناصر أو أجسام من خارج المجموعة المدروسة. هي عبارة عن تأثيرات ميكانيكية تطبق من طرف عناصر أو أجسام من خارج المجموعة المدروسة. نقطة الرجوع إلى السطر العارضة الثانية. القوى الخارجية هي تأثيرات مطبقة من طرف أجسام لا تنتمي إلى المجموعة. ناخذ مثال، جسم معلق هنايا بطرف نابض S نابض R، بطبيعة الحال غادي نطلب منكم انتم تختاروا مجموعة المدروسة، حاولوا نختاروا نعم يلا تكون شوية صعيبة اللي غادي يكون نعم. ناخذ S زائد R، وإن كان سنعود لهذه الحالة، وسيكون الاهتمام ديالنا هو دراسة الجسم S فقط لكي نميز ما بين القوى الداخلية والقوى الخارجية. إذن المجموعة المدروسة S و R الناضج. نحاولوا نمثلوا القوى بدل نقوموا بالجرد ديالها بصفة عامة. نعم هناك وزن الجسم ب، نعم تأثير النابض على الجسم S يروم نعم ب، نسميوه T نعم. نحاول أن نجرب مثلا هنايا عندنا تأثير النابض على السطح هنايا نسميوها F1، كذلك هذا السطح هناك قوة F2
هل هناك من تأثير آخر؟ التأثيرات التي يمكن أن تظهر لنا عند نقطة هنا يا أم. إذن هذه التأثيرات التي تمارس على هذه المجموعة هذه اللي كاين السقف كاين النافذ وكاين جسم اس. إذن المجموعة اللي حددناها هي ماذا؟ هي نابض يا اس نابض زائد اس هي المجموعة. لاحظوا ان لم امثل تاثير لماذا الجسم على النابض هنايا بقوة نسميها تي فتحة. فالنابض يطبق قوة على الجسم والجسم يطبق قوة على النابض. في هذا الاختيار شنو هي القوة الداخلية هنايا؟ حسب التعريف اللي عطيناه قبل لحظات شنو ما عناصر المجموعة؟ النابض وماذا؟ وجسم اس. اذا فالنابض هنا يطبق قوة على الجسم اس كي تي والتي فتحة. نعم القوة الخارجية هنايا القوة الداخلية هذه تمارس بين الجسمين. القوة الخارجية نعم وزن الجسم بي هو التأثير ديالاش نعم الأرض على اس. بي هي وزن ديال المجموعة المفروض البي الوزن ديال المجموعة. إلا اعتبرنا بأن النابض ذو كتلتين مهملة فيمكن أن نعتبر هنا بي ديال المجموعة بكاملة. عادة ما تكون كتلة النابض مهملة أمام كتلة الجسم وبالتالي فوزن المجموعة يمكن اعتباره هو الوزن ديال الجسم اس. هل هناك من تأثير آخر؟ اف جوج نعم اف جوج يطبقها ماذا؟ السقف على المجموعة S. تفقين؟ إذن فالقوة الخارجية هنايا فغادي تكون فقط F2 و P ديال المجموعة. تفقين؟ فإلا خدينا المجموعة دابا الآن إلا خدينا المجموعة المدروسة فقط الجسم S أن الجسم الصلب هنا على المجموعة على الجسم الصلب فقط شنو هي القوة الخارجية؟ القوة الخارجية في هذه الحالة نعم ستنضاف إلى بي إلى بي وكذلك في هذه المرة بي ديال الجسم اس و فقط هذوما القوتين الخارجيتين التي تطبق على المجموعة. إذن أول حاجة خصني ننتبه لتحديد المجموعة المدروسة.
لاحظوا كما قلت بأن التأثيرات المتبادلة بالنسبة للقوة المطبقة بين عنصرين من المجموعة، فالمجموعة ديالهم يكون منعدما. لذلك كل القوانين اللي غادي نعطيوها لاحقا سوف تهتم بالقوة الخارجية ولا تعطي كل القوى المطبقة على المجموعة. إذن سننتقل إلى ثلاثة جوج. القانون الأول لنيوتن أو يعرف بمبدأ القصور، أو يعرف بمبدأ القصور. أولا غادي نطلب منكم تذكروني بمبدأ القصور. نعم، إذن بالنسبة لواحد المجموعة باش نطبقوا الفقرات ديالنا، بالنسبة لمجموعة ما، نعم، تخضع إلى نقولوا عدة قوى. نعم، إذا نعم كاين شقين، إذا كان جسم أو مجموعة تخضع لعدة قوى ومجموع متجهات القوى المطبقة على الجسم يكون مجموعا منعدما المتجهة المنعدمة، فإن الجسم يكون في إحدى الحالتين، إما في سكون، وهنا في الحقيقة نتكلم عن مركز القصور، إذا كان الجسم في إزاحة مستقيمة فيمكننا نتكلم على الجسم بكامله، إذن فسيكون مركز قصور هذا الجسم في سكون، وإذا كان في حركة فتكون حركة الجي حركة مستقيمة منتظمة. أين يتجلى مبدأ القصور؟ لماذا سمي بمبدأ القصور؟ لأن كلمة قصور هي مرتبطة مع الكتلة. عندما ندخل الكتلة كمقدار وعلاقته بالحركة نعطي مفهوما للكتلة بمفهوم قصوري. شنو هو المفهوم القصوري للكتلة؟ أن الكتلة تعبر عن المقاومة لأي جسم لتغيير حركته. بمعنى كنلاحظ أن جسمنا كان في سكون، باش نخرجوا من السكون ديالو ونديروا حركة كنجبر صعوبة في تحريك تلك الكتلة. ناخذ واحد الجسم نجيب طفل صغير فهو غير قادر على أن يعطي حركة، فممانعة الجسم على إعطاء حركة هو هذا المفهوم ديال القصور. هذا بمعنى إلى زعنا لهذا مبدأ القصور أن الجسم سيكون عاجزا على تحريك نفسه بذاته من بكتلته، وأن هذه الكتلة إن كان في حركة فهي غير قادرة على إيقاف نفسها انطلاقا من هذه الكتلة. أولا من النقاش اللي يدور حول القانون الأول، هناك من يسنده إلى جاليلي. في الحقيقة في السنة التي سيتوفى فيها جاليلي سيزداد نيوتن، وبالتالي العام اللي غادي يتوفى فيه عالم سيولد عالم آخر، ومن الصدف أن هذا العالم هذا هو اللي غادي يتكلف بكل ملاحظات ديال جاليلي وغادي يحولها إلى قوانين. ما يعرف على جاليلي هو أول عالم غادي ينقل الفيزياء أو الميكانيك إلى المختبر والتجربة. فهذا العالم هذا قام بعدة تجارب ووصل إلى ما يوجد في هذا القانون. ليس ما يعاب على جاليلي، فجاليلي بيناتهم أكثر من 60 عام 70 عام حياة إنسان، وبالتالي في الوقت اللي كان فيه جاليلي ليس هو الوقت اللي غادي يكون فيه نيوتن. جاليلي كان أمام فيزياء ديال أرسطو وكان يعطي شرحا للحركة بمفهوم فلسفي، وربما في أستاذ الفلسفة تكلم عن ما يسمى بالطبيعة تخشى الفراغ.
يمكن ترجعوا يتكلم لكم على هذا المفهوم هذا، هي أن كانت تفسر حركة الأجسام بأن جسم من أعلى ينتقل إلى الأسفل إلى مكان ما ليستقر في منطقة ما، فلأن هناك فراغا يجب ملؤه، وبالتالي فالطبيعة هذا بالنسبة للفيزياء كان يفهم على هذا النحو، لم يكن هناك لا مجال تقالى ولا قوة إلى غير ذلك. وبالتالي فجاليلي واجه الوقت ديالو كان غير مناسب له، وتعلمون قصته كذلك مع الكنيسة، وكل الأعمال التي كان يقوم بها لم تكن هي السائدة. سيأتي في الوقت اللي غادي يجي نيوتن ستكون الأمور كلها ممهدة، وكذلك فيما بعد فكل العلماء اللي جاءوا كانوا في نعم في وئام مع الكنيسة، وكانوا أغلبية العلماء في ذلك الفترة ديال نيوتن كانوا متدينين، وكانوا يعطون تفسيرا لبعض المفاهيم بالمفهوم الديني. قلت فجاليلي دار ملاحظات تجريبية، شنو اللي نقص منه واللي جعل أنه وأنه لم يترجم تلك الملاحظات إلى قوانين وإلى علاقات رياضية. وكذلك سوف يرد له الاعتبار أن عندما سيأتي القانون ديال نيوتن سوف يسند إلى المعالم التي سوف تدرس فيها هذه القوانين بالمعالم الغاليلية تكريما لذلك العمل الذي قام به. فعدة قوانين من قوانين كان قد جاء بها قبله جاليلي. مبدأ القصور سنرى بعد لحظات كذلك من نقاشات عدا من هو صاحب القانون، هناك سنرى ذلك عندما نتكلم عن القانون الثاني، ما جدوى القانون الأول أمام القانون الثاني اللي غادي نشوفوه بعد لحظات. فقلت نيوتن أراد أن يؤسس لميكانيك، كان متحفظا على معلوماته، ما كانش كينشر، حتى ألف كل ميكانيك في كتاب واحد، وكان قليل المعاشرة مع الناس، ما كيبغيش يقول لهم شنو كيدير. حتى فيما بعد تم نصحه بأنه يجب أن يقوم بنشر تلك القوانين ديالو، وكان وجد كل المراحل. أول حاجة اللي غادي تكون قدامه وهذا هو علاش القانون الأول ديال نيوتن. فالقانون الثاني لكي ندرس قوانين الفيزياء، فالفيزياء ليست رياضيات بحتة، وراءها حقائق علمية، وبالتالي لكي تكون هذه القوانين الفيزياء مطبقة وصحيحة يجب أن نهيئ لها معلما للدراسة. وهنا هذا يكون القانون الأول، شنو هو؟ هو أن الربط ما بين التأثيرات الميكانيكية وطبيعة الحركة. إذن القانون الأول كيقول إذا لم يكن الجسم يخضع إلى قوة فمنطقياً القوة الخارجية، فمنطقياً إما أن يكون في سكون وسيبقى كذلك، أو إذا كان في حركة فتكون حركة مستقيمية متضادة. بمفهوم آخر هذا اللي غادي أسس القانون الثاني، بمعنى أن السرعة ديال الجسم لا يمكن لها أن تتغير ما دامت هناك ما لم تكن هناك قوة وراء ذلك. أنا واقف باش نخرج من صفر من سرعة منعدمة إلى سرعة معينة، فهاد الحالة خصتي واحد يدفعني ويطبق عليا قوة. وبالتالي من هنا غادي يقول بأن هذا المعلم هذا هي المعالم الغاليلية والتي يمكن أن تطبق فيها قوانين الفيزياء. إذن كل معلم يتحقق فيه قانون الأول أو مبدأ القصور سيكون أرضية للاشتغال، ويكون هو المعلم الصالح لدراسة قوانين الفيزياء. بمعنى إلا خذت واحد القانون ودرسته في هذا المعلم هذا، فكنكون متيقن أن الدراسة النظرية اللي غادي نوصل لها هي الدراسة التجريبية، ليس هناك فرق. غير فقط هناك معالم غير قصورية، وهي المعالم التي يمكن أن تظهر فيها تغير ديال السرعة دون أن يكون هناك سببا قوة وراء ذلك. غير نكون غادي بسرعة نفس في طريق مستقيمية، وغادي نحاول نغير الاتجاه ديال السيارة، ماذا سيحدث بالنسبة للراكبين؟ كلهم غادي يمشيوا لواحد الاتجاه. من طبق هذه القوة؟ إذن في هذا المعلم، في معلم في الحالة هذه، فغادي يكون هذا المعلم ليس بقصوري،
إذن قوانين فيزياء غير متحققة. إذن الهدف منه كامل هو أننا سنكون مطمئنين من معلم يكون فيه القانون الأول متحقق. إذن كتبوا الصيغة ديال هذا القانون هذا. إذا كانت مجموعة، إذا كانت المجموعة بالألف واللام، إذا كانت المجموعة المدروسة تخضع لعدة قوى، تخضع لعدة قوى مجموعها المتجه منعدم أو يساوي المتجه المنعدمة، فإن الجسم سيكون في إحدى الحالتين، فإن الجسم يكون في إحدى الحالتين. وغادي نكتبوها باختصار بعلاقة رياضية. سيجما ديال اف اكستيريور تساوي المتجهة المنعدمة تكافئ أن في تساوي ثاني في ديال جي، هناك تكافؤ. إما في جي تساوي صفر، تبقينا حالة سكون، مركز القصور يكون في حالة سكون، أو في جي تخالف الصفر وغادي يكون الجي له حركة مستقيمية منتظمة. هذا المجموع هذا اللي كنكتبو يساوي صفر، فهذا إما أن المجموعة معزولة، كاين كتعطينا جوج ديال مجموعة معزولة، أو مجموعة شبه معزولة. مجموعة معزولة هي أن مجموعة لا تخضع لأي تأثير ميكانيكي مهما كان، وهذه حالة قليلة الحدوث. أينما كان جسم، إن كان قرب كوكب أو جسم إلى غير ذلك، فهناك تأثير الأرض أو غير ذلك. غالبا أن هذه الحالة، هذه مجموع متجهات القوى يساوي المتجهة المنعدمة بالنسبة لمجموعة شبه منعزلة، بمعنى أنها تخضع لتأثيرات ميكانيكية، لكن كل القوى المطبقة متكافئة. يعني إذا وجدت قوة في واحد الاتجاه معين بشدة معينة، فهناك قوة بنفس الشدة في المنحى المعاكس ونفس الاتجاه، يعني أن مجموع القوى سنجد أن المجموع يساوي صفر. نكتبوا ملحوظة تخص الهدف من القانون الأول لنيوتن. كما قلت قبل لحظات أن مبدأ القصور هو ورقة تأشيرة إلى بغينا نقولوا للمعالم الغاليلية التي تتحقق فيها قوانين الفيزياء. نكتبوا كل معلم ملحوظة، كل معلم تتحقق فيه
أو يتحقق فيه القانون الأول لنيوتن، يسمى معلما غاليليا. بين قوسين، ماذا نعني بذلك؟ وإن كان كسبنا المعالم فيما سبق، ماذا يعني ذلك؟ إلا شي واحد قال لي هذا معلم غاليلي، شنو خصيت بهدر الدين ديالي؟ نعم، يتحقق في القانون الأول. ولماذا هذا القانون الأول؟ قلت قبل لحظات، قلنا رحنا في فيزياء عندنا دراسة حالات اللي كاينة في الواقع وكاين تجربة وكاين دراسة نظرية، ذلك ما سنقوم به. هناك دراسة نظرية، هناك دراسة تجريبية. دراسة نظرية تحتاج إلى أدوات رياضية، إلى علاقة متجهية، إلى إسقاط، إلى كذا، إلى اتخاذ واحد المعلم، وهناك حقيقة في الجانب الآخر. إذن يجب أن يكون هناك توافق ما بين